والمزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا من بيروت الدكتور حسن أحمد، أستاذ العلاقات الدولية والسياسية. مرحبا بك معنا لشاشة القاهرة الإخبارية. فكرة الاعتماد على الجبهة اللبنانية كجبهة رئيسية حاليا، ما الذي ينذر به؟ السلام عليكم. إن الجبهة الحالية في لبنان ما زالت ضمن نطاق المعمول به كجبهات إسناد، لم تتغير حتى الآن هذه المعطيات، إنما اليوم هذا التصعيد أتى ردا على الاعتداء على المدنيين وعلى الأماكن الآمنة في الجنوب، ونتيجة توسع العدوان الإسرائيلي في ضرب أهداف في محيط منطقة النبطية في الجنوب. اليوم أتى الرد على هذا العدوان في نفس السياق في أماكن جديدة. أرادت المقاومة منها أن تقول للإسرائيلي أن أي عملية توسع ستكون هنا توسع أخرى، ومن هنا ذهبت المقاومة في لبنان إلى التوجه أكثر نحو سطب ومنطقة طبرية، وبالتالي ضمن نطاق عمليات التوسع والرد والرد المقابل. وما زالت العمليات ضمن نطاق الإسناد لجبهة المقاومة حتى الآن. لماذا دكتور تلوح إسرائيل بالتصعيد على الجبهة اللبنانية بين الحين والآخر؟ هل هي بالفعل ترغب في التصعيد؟ وهل هي تتحمل فكرة التصعيد أو جاهزة لفكرة التصعيد في أكثر من جبهة؟ لنقل أن إسرائيل تفتقر إلى عاملين. العامل الأول هو عامل الوحدة الداخلية تجاه لبنان، والعامل الثاني هو العامل الخارجي في الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل اليوم لا يمكنها أن تتجرأ في عملية تجاه إسرائيل، أولا تجاه لبنان، أولا لأن الجيش منهك في غزة، وأيضا هو أمام معركة صامتة ومشتعلة في القصة، وأيضا معايير الجبهة اللبنانية ومنطلقاتها مختلفة في هذه الحرب، وأيضا بعد 11 شهر لم يتمكن الإسرائيلي من حسم غزة، هو الآن غالق في بحر غزة. لنقل أن رئيس الاستخبار عمليات السابق في إسرائيل زيف يقول إسرائيل في وتنزف في غزة، هل يمكن لإسرائيل التي تمتلك هذا الجيش العاجز في غزة أن تأتي إلى لبنان؟ نعم تأتي بسلاح الطيران، ولكن هل يمكنها أن تغير المعادلات على الأرض؟ لا يمكن. إسرائيل اليوم لا يمكنها أن تجازف في حرب كبيرة تجاه لبنان، إلا إذا أراد نتنياهو أن يأخذ الأمور إلى منحى آخر ما قبل الانتخابات الأمريكية، لأنه يدرك أن بعد الانتخابات الأمريكية وتسلم أي من الرئيسين ولا فرق سواء كانت هاريس أو ترامب، لا فرق، فكلاهما يدعمان إسرائيل ويعملان على أمن إسرائيل، إلا أن الرئيسين المقبلين سيعملان ولو مباشرة بعد تسلمهم البيت الأبيض إلى إيقاف هذه الحرب ولو ببطء. دكتور حسن، سأستعير منك كلمة منحنى آخر، فكرة الرد الإيراني والتي تكلمت عنه الصحف الإسرائيلية وما زالت تتحدث عنه، يعني حقيقة أقصد هنا الرد المنتظر، لماذا لم يحين دوره حتى الآن؟ اليوم إيران تتحدث عن أن الرد قادم. اليوم في العودة إلى السؤال الذي سبق، لو كانت إسرائيل تستطيع أن تفتح جبهة، أن توسع جبهة لبنان، لكانت وسعت هذه الحرب هي والولايات المتحدة الأمريكية في أعلى جهوزية لها عندما في عملية يوم الأربعين. والمصادر البارحة لبعض القنوات، المصادر الموثوقة وأحد نواب كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أكد أن ما تداولته المصادر عن أن استهداف الوحدة، مقر الوحدة 8200 في جاليلود أدى إلى قتل العشرات وإصابة العشرات وأنها حققت أهدافها، لما لم يلجأ نتنياهو إلى التصعيد في لحظتها والولايات المتحدة الأمريكية قالت له أنها جاهزة لحمايته؟ المنحنى الأساسي هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقبل حتى الآن بسطح جبهات لبنان. أما فيما يخص إيران، إيران سواء ردت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فأهداف إيران السياسية والاستراتيجية في هذه المعركة تختلف عن أهداف المقاومة في لبنان، وهذا ما يميز إيران وما يعطيها القدرة على البقاء في لوقت أطول في مناورة أكبر، وهذا يحق لها أن تناور في هذا الموضوع. ولما تعطي الإسرائيل الوقت أو تحدد له سقطا زمنيا؟ إذا إيران لديها استراتيجية تحدد من خلالها عملية الاستهداف أو الرد أو بطرق مباشرة، خاصة أن إسرائيل لم ترد
لم تضرب إيران بشكل مباشر، بل ذهبت إلى عملية استخباراتية. ماذا لو كانت إيران تذهب إلى حوارات مختلفة ومتنوعة من أجل إشغال إسرائيل أكبر واستنزافها بشكل أكبر؟ فهمت، أشكرك شكرا جزيلا. ضيفي من بيروت دكتور حسن أحمد، أستاذ العلاقات الدولية والسياسية.